بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 12. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات في الرد على اليهود الذين زعموا أن ما حرمه الله عليهم عقوبة لهم بسبب طغيانهم، وذلك في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ادعوا أن هذا التحريم ليس خاصا بهم وإنما هو في من قبلهم من عهد آدم أو من عهد إبراهيم، أن هذا التحريم ليس خاصا بهم. فرد الله عليهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، فأبطل مقالتهم أن هذا التحريم الذي وقع عليهم أنه في من قبلهم، أبطله وبين سبحانه أن هذا التحريم لم يسبق في من قبلهم، بل كل الطعام، كل ما يطعم ما لم يكن خبيثا، كل ما يطعم ما لم يكن خبيثا أو ضارا فإنه حل لبني إسرائيل وغيرها. الأصل في الأطعمة الحل، والذي خلق لكم ما في السماوات وما خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. الله خلق ما في السماوات وما في الأرض لنا، إلا ما دل الدليل على تحريمه.
هذا هو الأصل في الأطعمة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل الطيبات حلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله وسع على الخلق ولم يضيق عليهم، فدعوى بني إسرائيل أن الله حرم أشياء من الأطعمة قبلهم على الناس دعوى كاذبة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني أولاد يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل يعني يعقوب، من قبل أن تنزل التوراة. التوراة إنما نزلت على موسى تأخر عن عهد إسرائيل، نزلت على موسى التي حرم الله عليهم فيها هذه المحرمات عقوبة لهم. فعهد التحريم عليهم متأخر، وكل الأطعمة حل لبني إسرائيل، إلا أن إسرائيل عليه السلام يعقوب أصابه مرض، أصابه مرض واشتد به، فنذر لله، نذر لله أن يترك لحم الإبل وألبانها، وكانت أحب شيء إليه، كان أحب شيء إلى يعقوب عليه السلام لحم الإبل، وألبانها، ثم إنه نذر أن يتركها تقربا إلى الله، كما سبق في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو نذر، نذر أن يترك شيئا لله هو أحب الأشياء إليه تقربا إلى الله جل وعلا إن شفاه من مرضه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، لحوم الإبل وألبان الإبل بسبب مرض أصابه، وهو شيء عارض مستثنى من الحل، واقتدى به بنوه وذريته، فصاروا لا يأكلون لحم الإبل ولا ألبان الإبل. أما قبل إسرائيل فإن الأطعمة كلها حلال، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. من قبل أن تنزل التوراة، لأن التوراة إنما أنزلت على موسى عليه السلام، وعهده متأخر عن عهد جده إسرائيل بزمن طويل، فهم يلبسون على الناس ويكذبون على الناس، والله جل وعلا تولى الرد عليهم وتحداهم، تحداهم، قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا الذي ذكرناه موجود في التوراة، فأتوا بها لنبين لكم أنكم كذبة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لم يأتوا بالتوراة لأنهم يعلمون أن التوراة ستفضحهم، ولذلك لم يأتوا بها،
قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أن الله حرم هذه الأشياء تحريما سابقا وقديما. هاتوا التوراة. فلما علموا أن التوراة ستفضحهم إذا تليت أحجموا عن المجيء بها، وهذه عادتهم أنهم يلبسون على الناس، فإذا انكشف أمرهم انخجلوا وتأخروا. فمن افترى على الله الكذب، إن كان التوراة لا تصدقكم بل تكذبكم فقد افتريتم على الله الكذب، وادعيتم شيئا ليس في التوراة التي هي كتابكم. احتج عليهم بكتابهم الذي بين أيديهم. وهكذا ينبغي أن يحتج على الفرق الضالة في كتبها حتى تفتضح. فإذا أردت أن ترد على أهل ضلالة فانظر في كتبها لأجل أن ترد عليهم من كتبهم، ولا يقدرون ينكرونها. فلما لم يأتوا بالتوراة تبين أنهم كاذبون، ولهذا قال جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. كل من افترى على الله الكذب وادعى أن الله حرم شيئا أو أحل شيئا من غير دليل أنزله على عباده فإنه قد افترى الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، فلا أحد أظلم ممن يكذب على الله سبحانه وتعالى. فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون، حصر الظلم فيهم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه. والتوراة ليس فيها تحريم لما، والتوراة ليس فيها ما يدعون، فهم كذبة إذن وظلمة، لأنهم وضعوا الأحكام في غير موضعها وافتروا على الله الكذب. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا قل يا محمد صدق الله. صدق الله يعني وكذبتم. صدق الله جل وعلا في أنه لم يحصل منه تحريم قبل يعقوب عليه السلام، لم يحصل منه تحريم، إنما هذا شيء حرمه يعقوب على نفسه، نذر لله عز وجل ذلك بسبب المرض. أمر عارض ليس عاما للناس. وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. اتبعوا أيها اليهود ملة إبراهيم،
وذلك باتباع من جاء بملة إبراهيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم، وذلك بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو مخالف لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لليهود اتبعوا ملة إبراهيم تكذيب لهم في قولهم إن إبراهيم كان يهوديا، فاليهود يدعون أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يدعون أن إبراهيم كان نصرانيا، وقد أكذب الله الطائفتين بقوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم، وصدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا متجانفا عن الكفر ومبتعدا عن الكفر والشرك، وما كان من المشركين، بريء إبراهيم، بريء من الطوائف الثلاث، من اليهودية، وبريء من النصرانية، وبريء من الوثنية، من باب أولى، ودينه هو دين التوحيد والإخلاص لله عز وجل. إبراهيم بريء من طوائف الكفر كلها، سواء كانت كتابية أو غير كتابية، إبراهيم حنيف مسلم على ملة الإسلام والتوحيد الخالص لله عز وجل، وأيضا هو بريء من المشركين. ثم إنه سبحانه وتعالى قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت، بيت العتيق، الكعبة المشرفة، هي أول بيت وضعه الله للعبادة في الأرض، قيل من عهد آدم وقيل غير ذلك، ثم اندرس وغطاه الطوفان، ثم إن الله جاء بإبراهيم وأراه مكان البيت وأمره ببنائه، فإبراهيم أعاد بناء البيت لعبادة الله وحده لا شريك له. فأول بيت وضع للناس للعبادة، لعبادة الله، هو الكعبة المشرفة. في هذا رد على النصارى أو اليهود الذين يقولون إن أول بيت هو بيت المقدس، هو بيت المقدس، وهذا يكذبه التاريخ. مع تكذيب الله له أيضا الواقع يكذبه، لأن بناية بيت المقدس متأخرة بين بناية البيت العتيق وبناية بيت المقدس 40 سنة، فالبيت الأول هو الكعبة، وهي بناها إبراهيم عليه السلام، وأما بيت المقدس
فبناه من جاء بعد إبراهيم من ذريته، قيل إسحاق هو الذي بناه وقيل سليمان، الله أعلم. المهم أن بناء بيت المقدس وهو المسجد الثالث على وجه الأرض هو الأول بيت هو الكعبة المشرفة، لم يسبقها بيت يعبد الله جل وعلا فيه. أما بيوت الشرك والكفر فهي كثيرة وقديمة، إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس ليس للعرب خاصة أو لبني إسماعيل خاصة، وإنما هو للناس لجميع الخلق الذين يريدون أن يعبدوا الله عز وجل، لا فرق بين عربي وعجمي وأسود وأبيض، كلهم يفيدون على هذا البيت للحج والعمرة والصلاة، طواف، الاعتكاف وغير ذلك. هذا البيت للناس، وضعه الله للناس، فلا يجوز لأحد أن يمنع عن هذا البيت من جاء ليعبد الله، لا يجوز لأحد أن يمنع من جاء ليعبد الله عند هذا البيت من أي جنس من بني آدم، لأنه للناس عامة وليس لبني إسماعيل خاصة. وضع للناس، ولهذا قال جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلا يجوز لأحد أن يحتكر هذا البيت أو يسيطر عليه ويمنع الناس من العبادة فيه، لأن الله وضعه للناس عامة. وذلك لما أمر خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يقوم ببناء هذا البيت: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقاما عليهما الصلاة والسلام ببناء هذا البيت. إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وأقام قواعد البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيء، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وضع للناس للذي ببكة، يعني بكة بالباء اسم من أسماء مكة، لأن مكة لها أسماء، هذا قول. والقول الثاني أن بكة اسم لمكان البيت، وأما مكة فهو اسم لما حوله، مكة اسم لما حوله، وأما بكة فهو مكان البيت خاصة، الله أعلم. قيل سمي بكة من أجل الزحام، من البك وهو الزحام، لأن الناس يزدحمون حوله يعبدون ربهم عز وجل في كل زمان، يعبدون الله حول هذا البيت ويتزاحمون كما ترون تزاحم الناس حول هذا البيت، فلذلك سمي بكة.
ثم قال جل وعلا مباركا، هذا البيت مبارك، بارك الله فيه، لأنه يتوجه إليه المسلمون بالعبادة، عبادة الله، يستقبلونه في الصلاة ويطوفون به ويعتكفون حوله ويحجون ويعتمرون، فتغفر لهم ذنوبهم، تحط عنهم سيئاتهم. هذا من بركات هذا البيت، أنه مطهرة للناس من الذنوب والمعاصي بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، فهو مبارك. كل من جاءه للعبادة فإنه يحصل على خير ويحصل على مغفرة من الله ويحصل على تكفير السيئات وزيادة الحسنات. الصلاة الواحدة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. هذا من بركات هذا البيت، أن الله يبارك في الصلاة عنده، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة لمن تقبل الله منه، فهذا من بركات هذا البيت. ومن بركاته بقاؤه للناس يرجعون إليه، بقاؤه، الله حماه من الجبابرة ومن الطغاة منذ بناه إبراهيم إلى آخر الدنيا، والله يحمي هذا البيت ليبقى للناس، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يرجعون إليه وتعلق قلوبهم برؤيته والعبادة عنده، ولا أحد يشبع منه، لو تكرر مجيئه لا يشبع منه، دائما يحن إليه. هذا من بركات هذا البيت وعظمته، أنه تتعلق به قلوب العباد الصالحين، وهدى للعالمين. هذا البيت هدى للعالمين، لاحظوا يا عباد الله، هذا البيت هدى، بمعنى أن المسلمين يجتمعون حوله ويتعلمون التوحيد ويتعلمون العبادة ويتعلمون المؤاخاة بينهم والمحبة بينهم، ويتبادلون المصالح بينهم ويتعاونون، فهو هدى للعالمين. لو ما كان هناك بيت في الأرض، لو لم تكن هذه الكعبة في الأرض لتفرق الناس، لكن يجتمعون حوله من كل شكل ومن كل قبيلة ومن كل بلد ومن كل إقليم ومن كل جنس، يجتمعون حوله لعبادة الله، فيتآلفون وتتحد قلوبهم ويتحابون ويتعاونون ويتراحمون. أنتم ترون هذا الآن، الواقع الآن خير شاهد على ذلك حول هذا البيت، ويأتون راغبين ينفقون الأموال، ويأتون راغبين ويتشوقون إلى رؤية هذا البيت، فهذا من كونه هداية للعالمين وهدى للعالمين. ثم قال جل وعلا فيه، أي في هذا البيت، آيات بينات، علامات واضحات على أنه بيت عظيم معظم مشرف، آيات تدل على عظمته وعلى أنه
بيت الله عز وجل، ولذلك أضافه إلى نفسه أن طهر بيتي، ويسمى بيت الله لا بيت فلان ولا علان ولا الملك الفلاني ولا، لا بيت الله، بيت الله. فيه آيات بينات. ما هي مقام إبراهيم؟ قيل المراد بمقام إبراهيم الصخرة التي كان يقوم عليها وقت البناء فترتفع به، هذا من آيات الله عز وجل، صخرة يضع قدميه عليها ثم ترتفع به فيبني ثم تنزل به وهكذا، هذا من آيات الله ومن معجزات الخليل عليه الصلاة والسلام. حتى أثرت قدماه فيها، ففي الصخرة هذه فيها آثار قدميه عليه الصلاة والسلام موجودة، ساخت قدماه فيها وبقيت أقدامه فيها، آية من آيات الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جعله يصلى عنده تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله البينات لهذا البيت. وقيل مقام إبراهيم يشمل هذه الصخرة التي يقوم عليها للبناء، ويشمل المشاعر كلها لأنها مقام إبراهيم، كلها وقف فيها إبراهيم وعبد الله فيها، في عرفات، في مزدلفة، في منى، وكلها مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصخرة التي يقوم عليها، فمقام إبراهيم عام للصخرة التي يقوم عليها للبناء وللمشاعر، المشاعر التي يعبدون الله فيها في موسم الحج، في موسم الحج الحجاج يقفون بعرفة، يبيتون في مزدلفة، ينزلون في منى، يرمون الجمار، هذا من آيات الله البينات التي جعلها في هذا البيت العظيم. الآية الثالثة من الآيات البينات من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، حتى الطيور تأمن فيه ولا يعتدى عليها. الطيور حرم النبي صلى الله عليه وسلم إثارتها وحرم قتلها، فهي آمنة، فكيف ببني آدم؟ يحصل من دخله فإنه يحصل على الأمن، وهذا من آيات الله. حتى إنهم كانوا في الجاهلية وقاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، فإذا خرج من الحرم قتله، لا يتعدى عليه في الحرم، لأن الحرم جعله الله أمنا، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يأمن الناس فيه. وقيل المعنى أمنا، أي من دخله كان آمنا، أي أمنوه، فهو من باب الأمر، ومن دخله كان آمنا، أي يجب عليكم أن تؤمنوه وتحموه من الاعتداء، ولا مانع أن يكون هذا من المعنى، وأن المعنى أن الله جعله أمنا وأمرنا أن نؤمن من دخله ولا نهيجه ولا
يثار أو يخاف، لا يجوز هذا، ومن دخله كان آمنا. ثم قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت. أوجب الله على الناس حج البيت، أي قصده للعبادة، قصده للعبادة في موسم الحج، حق لله على العباد أن يحجوا بيته. وحج البيت من أركان الإسلام الخمسة، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حديث الآخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن هل يجب على الإنسان أن يحج البيت كل سنة؟ لا، الواجب مرة واحدة في العمر، وما زاد على المرة فهو تطوع. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل: أكل عام؟ حتى كررها ثلاث مرات. فقال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأيضا إنما يجب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع، أما الذي لا يستطيع من الناحية المالية، الذي لا يستطيع من الناحية المالية هذا ليس عليه حج. ولذلك قالوا: المراد بالسبيل الزاد والراحلة. الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا، والمركوب الذي يركبه وهو في كل وقت بحسبه، بعير، سيارة، طائرة، باخرة، في كل وقت بحسبه. المهم يتوفر لك المركوب الذي ينقلك إلى هذا البيت. فإذا وجدت الزاد الذي يبلغك ووجدت الراحلة التي تنقلك، وجب عليك الحج مرة واحدة في العمر. أما الذي لا يجد مالا حج به فليس عليه، ليس عليه حج. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. أما من وجد المال والزاد والراحلة لكن لا يستطيع من ناحية بدنه، من ناحية بدنه، كونه كبير السن هرما أو مريض مرضا مزمنا، فهذا ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عن أبيك. فإذا وجد المال ولكن ليس عنده القوة البدنية فإنه ينيب من يحج عنه. فإن مات ولم يحج عنده مال فإنه يؤخذ من تركته ما يحج به عنه، لأنه دين في ذمته. من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ومن كفر
يعني من ترك الحج، فسمى ترك الحج كفرا، بمعنى أنه إذا جحد وجوب الحج، إذا جحد وجوب الحج فهو كافر بالإجماع، لأنه مكذب لله ولرسوله. أما إن ترك الحج تكاسلا وهو يقدر عليه فإنه يجبر من قبل ولي الأمر، يجبر على الحج من قبل ولي الأمر ولا يترك الحج. ولهذا قال: ومن كفر، أي ترك الحج جحدا لوجوبه، فإن الله غني عن العالمين. الكافر لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، لو كفر الناس كلهم ما ضر الله سبحانه وتعالى ولا نقصوا من ملكه، وإنما كفرهم يرجع ضرره عليهم، لأن الله غني عنهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فكفر الكافر إنما يرجع عليه ولا يضر الله شيئا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيل نزلت هذه الآية لما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت اليهود: نحن مسلمون. قالت اليهود: نحن مسلمون والحمد لله. فالله امتحنهم بالحج، قال: إن كنتم مسلمين فحجوا، حجوا البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأبوا أن يحجوا، فتبين كفرهم وعنادهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ، هل كان موقع مقام إبراهيم عليه السلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس هذا المكان أم كان ملاصقا للكعبة؟ وهل آثار الأقدام الموجودة الآن في المقام هي آثار أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أما السؤال الأول فنعم، اختلفوا في مكان المقام، فالذي عليه الأكثر أنه كان ملصقا بالكعبة في الأول، فلما تزاحم الناس عليه جاء عمر رضي الله عنه في خلافته فأخره إلى مكانه هذا من أجل إزالة الزحمة، هذا الذي عليه الأكثر. القول الثاني أن هذا مكانه، أن هذا مكانه من الأصل، هذا الجواب عن السؤال الأول وهو أين مكان المقام. أما السؤال الثاني وهو الأقدام الموجودة الآن في الصخرة، هل هي أقدام إبراهيم؟ نعم بلا شك، بلا شك أنها أقدام إبراهيم، مقام إبراهيم هو مقام إبراهيم الذي كان يقوم عليه وأثر في الصخرة حتى وجد، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، من الآيات البينات التي ذكرها الله، آيات بينات مقام إبراهيم. نعم. يقول: هل الأفضل لمن صلى ركعتي الطواف أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة أم على يمينه؟ إذا تيسر له بعد الطواف أن يصلي يجعل المقام بينه وبين الكعبة هذا سنة،
قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يجعله بينه وبين الكعبة ولا يميل عنه إلا إذا كان المكان مزدحم، إنه يصلي ولو مال عنه، يصلي قريبا منه إذا أمكن ولو مال عنه، فإذا لم يمكن يصلي الركعتين في أي مكان من الحرم، في الأروقة، في الدور الثاني، في الساطح، أو يصليها في بيته في مكة، صليها في الحرم، صليها في أي مكان من الحرم الواسع، ولا يضيق على نفسه. نعم. يقول: نريد من سماحة الشيخ أن يبين حكم الشرع في الذين يتسابقون على الحصول على الشهادات كالماجستير والدكتوراه من مكاتب مختصة تمنح هذه الشهادات بمقابل مادي دون بذل أي جهد علمي، علما بأن الهدف هو حصول الشخص على لقب الدكتور، علما بأن من لم ينادى بهذا اللقب قد يغضب. وهل يأثم من يحصل على هذه الشهادة ويظهر للمجتمع؟ هذا تزوير، هذا تزوير وحرام ولا يجوز. ما تكون الشهادة إلا لدراسة، لدراسة سابقة ونجاح في الاختبار. أما الذين يبيعون الشهادات ويزورونها فهؤلاء كذبة، وما يأخذونه حرام، والذي يأخذها عاصي لأنه مزور وكذاب. نعم. يقول: هل من نصيحة إلى المسؤولين في شؤون الحرمين بأن يوجهوا الناس ويمنعوا التصوير الذي أصبح ظاهرة داخل الحرم؟ نعم، يجب على المسؤولين وعلى هيئة الحرم وجنود الموكول إليهم شؤون الحرم أن يتعاونوا في منع هذه الظاهرة السيئة المحرمة التي هي التصوير في المسجد الحرام. هذه معصية عظيمة، الناس يصلون ويطوفون ويتعبدون وهؤلاء يصورون، نسأل الله العافية، فيحصلون على اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فهم يكسبون الآثام بدل أن يكسبوا وجودهم في الحرم بالصلاة والعبادة، يستعملون المعاصي والتصوير. التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف يفعلها الإنسان عند بيت الله في الحرم؟ نعم. يقول: هل صحيح أن الكعبة ستهدم في آخر الزمان؟ نعم نعم، الكعبة تهدم في آخر الزمان ويرفع القرآن ويبقى الناس، شرار الناس يبقون، تقوم عليهم الساعة، نسأل الله العافية. نعم. يقول: سماحة الشيخ، لاحظنا على سماحتكم مؤخرا القيام بالرد صحفيا على بعض الكتاب هداهم الله، نقدر جهود سماحتكم في هذه الوقفة الحازمة في وجه أولئك الشاذين، ونرجو من سماحتكم توضيح خطورة أولئك الكتاب على القراء وعلى المسلمين، جزاكم الله خير. توضيح خطورة الكتاب، هؤلاء الكتاب على القراء وعلى المسلمين. نعم، هؤلاء خطر على المسلمين، لأنهم يريدون تغيير هذا الدين، ويريدون أن الدعاة يتوقفون عن الدعوة، وأن الوعاظ يتوقفون عن الوعظ. هذا معناه يسمونه تجفيف المنابع، تجفيف منابع الدين. إذا منعت الدعوة ومنع الوعظ والتذكير ومنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يؤذن بزوال هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن سيرغمهم الله على رغم أنوفهم، وسيبقى الدعاة إلى الله، وسيبقى الوعظ والتذكير، وسيبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيبقى تدريس العلوم الشرعية رغم أنوفهم.
إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا ولا يضرون دين الإسلام شيئا. والمسلمون لن يفرطوا في دينهم أبدا، المسلمون لن يفرطوا في دينهم ولن يتركوه لقول هؤلاء، فهؤلاء هم الخاسرون الخاسئون. نعم. يقول سماحة الشيخ: كيف الرد على الذين يقولون إنكم تعبدون الكعبة وآثار الأنبياء كمقام إبراهيم عليه السلام، مع العلم أننا نرد عليهم بأن هذه شعائر الله، وما هو الفرق بين الشعائر والآثار؟ هؤلاء كذبة. المسلمون لا يعبدون الكعبة، إنما يعبدون الله عند الكعبة، فالكعبة مكان للعبادة، الكعبة مكان للعبادة وليست هي التي تعبد. أن تسمع أحد يقول يا كعبة الله أو أيها الكعبة اغفري لي أو ارزقيني، أن تسمع أحد يقول هذا؟ إنما تسمع الدعاء والاستغفار وعبادة الله والصلاة والطواف، هذا الذي يحصل. فالعبادة لله عز وجل، وأما الكعبة فإنها مكان للعبادة، والله جعلها مكانا للعبادة خاصة ومثابة للناس يرجعون إليها ويجتمعون حولها فتغفر ذنوبهم وتكفر سيئاتهم، وليسوا يعبدون الكعبة، يعبدون الله جل وعلا. والمشاعر هي التي جعلها الله علامات على العبادة، مثل عرفة، مثل مزدلفة، مثل منى، هذه مشاعر بمعنى أنها أمكنة للعبادة، عبادة الله، وليست آثارا. من سماها آثار؟ الله سماها مشاعر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله سماها المشاعر ولم يسمها بالآثار. نعم. آثار من؟ هذه مشاعر خلقها الله، مشاعر للناس يعبدون الله فيها، وتضاعف فيها الحسنات، تغفر فيها السيئات. نعم. يقول: أصابتني جنابة قبل أن أنام، فنويت أن أقوم قبل الفجر وأغتسل، فاستيقظت قبل صلاة الفجر فاغتسلت وأنا ناسيا أن علي جنابة، فعند الصلاة تذكرت بأنني لم أجدد النية، فهل فعلي صحيح وما حكم صلاتي؟ نعم، إذا كنت اغتسلت للتنظف أو للتبرد وقت الفجر ولم تنوي الجنابة فالجنابة باقية عليك وصلاتك غير صحيحة، فتغتسل عن الجنابة بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، تغتسل عن الجنابة بنية رفع الحدث ورفع الجنابة وتعيد الصلاة التي صليتها. نعم. تقول السائلة بأنها امرأة أمريكية مسلمة تسكن مع أمها الكافرة، والأم تقوم بتربية الكلاب، وأحيانا يسقط شعر الكلاب في البيت وفي السيارة، حتى أنها تشعر أنه يلتصق أحيانا بعباءتها. السؤال: هل شعر الكلب نجس؟ وإن كان نجسا كيف يكون تطهيره؟ شعره اليابس، الشعر اليابس ليس نجسا، أما إذا كان متبللا بالماء فإنه نجس. وهذه المرأة إن استطاعت أن تنعزل عن أمها وتكون في مسكن نزيه ونظيف وبعيد عن الكلاب، أو غرفة على الأقل يكون لها غرفة من البيت مصونة لا تدخلها الكلاب، يجب عليها ذلك. نعم. يقول: نحن طلاب علم نسمع دائما أن فلانا أو فلانا من العلماء الكبار، لكن نحن كيف نفرق ونعرف من هم العلماء ومن هم ليسوا من العلماء؟ العلماء الذين يعرفون أحكام الشريعة، هؤلاء هم العلماء الذين يعرفون الأحكام الشرعية
يعلمون فقه الكتاب والسنة، هؤلاء هم العلماء. نعم، والناس يعرفون العلماء، الناس يعرفون العلماء من غيرهم. نعم. ما حكم الصلاة على ميت في قبره وبين القبر والقبلة قبور كثيرة؟ لا بأس بذلك، إذا فاتتك الصلاة على الميت قبل الدفن فتصلي على قبره ولو كان أمامك قبور كثيرة، لأن صلاة الجنازة تجوز في المقبرة خاصة، صلاة الجنازة خاصة تجوز في المقبرة، أما بقية الصلوات فلا تجوز في المقبرة. نعم. قلت لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ونويت ذلك في قلبي لمدة 10 أيام، هل علي كفارة ظهر وهل تنفعني النية؟ قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونوى ذلك في قلبه لمدة 10 أيام، يقول هل عليه كفارة وهل تنفعه النية؟ النية لا تكفي، لا بد من التلفظ، ولو قال أنت علي كظهر أمي مدة 10 أيام أو شهر، هذا الظهار مؤجل، إذا انتهت المدة ارتفع الظهار. وأما إذا لم يتلفظ ويقول نويت إن 10 أيام، النية ما تكفي، يكون عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين، إذا لم يجد الرقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام 2 شهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، كما تنص على ذلك الآية في أول سورة المجادلة. نعم. طاف رجل 5 أشواط وبعد التحلل من الإحرام تذكر أنه طاف 5، ما حكم العمرة؟ إذا كان يوم يطوف ويغلب على ظن أنه أكمل 7 وإنما طرأ الشك بعد الفراغ من الطواف فلا يؤثر، أما إذا كان شاكا وهو يطوف شاكا في عدد الأشواط فالواجب أنه يبني على الأقل واليقين ويكمل الطواف فيعود ويكمل، إلا إذا كان انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد. نعم. يقول هل يلزم من أراد أن يرد على عالم في مسألة أن يكون عالما مثله، أو يكفي أن يكون ضابطا للمسألة التي يريد الرد عليها؟ الذي ليس عنده علم يكل الرد للعلماء، يكل الرد للعلماء ويسألهم هل قول هذا العالم خطأ ولا صواب، إذا قالوا خطأ يطلب منهم أن يردوا عليه ولا يرد عليه هو وعلمه قاصر. نعم. يقول نحن طلاب علم جئنا هنا لدورة علمية لمدة 1 شهر، فهل لنا أن نترخص في الصلوات وأن نصلي صلاة الظهر في السكن مع العلم أن الصلوات الأخرى نصليها في الحرم ولله الحمد؟ لا يجوز لكم القصر لأنكم نويتم 1 شهر في إقامة مكة للدورة، الدورة مدة 1 شهر، الإقامة إذا زادت عن 4 أيام يجب الإتمام، إتمام الصلاة. وأما الصلاة في المسكن، لماذا تصلون في المسكن؟ ما حولكم مسجد؟ ما تسمعون الأذان؟ صلوا في المسجد اللي حول سكنكم، صلوا الظهر في المسجد الذي حول قريب من سكنكم، وبقية الصلوات تقولون في الحرم الحمد لله. نعم. يقول عندي أصدقاء طلبوا مني قرضا ووعدوا بالزيادة عند القضاء بدون اشتراط مني ولا اتفاق على نسبة الزيادة. لا يجوز هذا، لأنهم وعدوك بالزيادة، الواجب تنكر عليهم، الواجب أنك تنكر عليهم تقول لهم لا هذا ما يجوز، أنا أقرضكم بدون زيادة، ما هو بتسكت، هذا إقرار لهم، إذا سكت أنت أقررتهم على الزيادة، هذا ما يجوز.
نعم. تقول: أنا شاب أعاني من ضر يلازمني منذ 20 سنة. أعاني من ضر. يقول: أنا شاب أعاني من ضر يلازمني منذ 20 سنة. ضر. نعم. نعم. وجئت معتمرا إلى بيت الله الحرام كي يزيل عني هذا الضر، فبماذا تنصحونني؟ صحك بالدعاء، الإلحاح على الله بالدعاء أن الله يشفيك، وتستعمل ماء زمزم، وترقي نفسك بالرقية الشرعية، تشرب من ماء زمزم وتدعو الله عز وجل. نعم. ما حكم الجمع مع صلاة الجمعة علما بأنني صليت العصر 4 ركعات؟ لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، الجمعة فرض مستقل، إنما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة، فإذا كنت جمعتها مع الجمعة فأعدها، أعد صلاة العصر. نعم. ما حكم بول الفتاة التي تبلغ من العمر 8 أشهر؟ لا فرق بين الكبيرة والصغيرة من الإناث، البول نجس ويغسل كما يغسل بول الكبير، لا فرق، الفرق إنما هو في الذكور بين الطفل الذي لا يأكل الطعام يقتصر على الرضاع فهذا يكفي فيه الرش، وبين الكبير هذا يغسل. نعم. هل اللعن للمرأة يعد طلاقا لها، ومتى يكون طلاقا؟ اللعن محرم للمرأة وغيرها لكن لا يكون طلاقا، الطلاق له ألفاظ معروفة ليس منها اللعن، اللعن كلمة محرمة وخطيرة وفيها إثم لكنها ليست طلاقا وليست من ألفاظ الطلاق. نعم. يقول: لدي عربة أعمل بها في الطواف والسعي داخل الحرم، وأشترط على من يريد ركوب هذه العربة والطواف به أو السعي أجرا معينا، هل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا خارج المسجد تتعاقد معهم خارج المسجد فلا بأس، أما أنك تعاقد معهم داخل المسجد هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، ومنه التأجير لا يجوز. نعم. ما حكم صوم يوم الجمعة منفردا لأنني أعمل في بقية أيام الأسبوع ولا أستطيع الصوم إلا في يوم الجمعة؟ يكره صوم يوم الجمعة منفردا، منهي عنه. نعم. يقول سماحة الشيخ: من لم يستطع الزواج فهل يعني ذلك أنه لم يكمل نصف دينه؟ هذا معذور، إذا لم يستطع الزواج فهو معذور، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فهو معذور ويأجل الزواج إلى أن يستطيع. نعم. يقول: إذا ذكر الخطيب اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟ تصلي عليه بصوت منخفض بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك. نعم. يقول: الذين يصلون في الفنادق حول الحرم هل يصلون جماعة في توقيت الجماعة أم بعد أن يصلي الإمام في الحرم؟ لماذا يصلون في الفنادق وهم يسمعون الأذان وقريب منهم؟ يصلون مع المسلمين، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يصلون في المسجد الحرام إن كان قريبا منهم أو في المساجد الأخرى القريبة من سكنهم، ولا يصلون في الفنادق. نعم. ما حكم الموعظة في المقابر والدعاء الجماعي على المقابر؟ لا أصل لذلك، الموعظة في المقابر لا أصل لها، المداومة عليها لا أصل له، ولكن إذا جاءت مناسبة فلا بأس أن تعظ الناس وتذكرهم وتنبههم على الأخطاء اللي رأيتها عليهم، إذا رأيت على أحد خطأ أو على الحاضرين خطأ فإنك تنبههم
نعم. يقول محرم جرح في قدمه ويحتاج إلى لف الجرح، هل عليه شيء في هذه اللفافة؟ ويحتاج أن يلف هذا الجرح بلف. يلف؟ نعم. لا بأس بذلك، اللف لا بأس به، إنما الممنوع لبس المخيط، أن يلبس مخيطا على رجلها وعلى قدمه، أما إذا لفه لفا وربطه لا بأس بذلك. نعم. يقول أنا رجل مصاب بضيق في صدري ونكد، وأحيانا أريد الانتحار، وأنا أرتكب ذنوبا ومعاصي، فأرجو توجيهي. عليك بالصبر، عليك بالصبر والدعاء، وأما الانتحار فهو قتل للنفس، والذي يقتل نفسه في النار كما دلت على ذلك الأحاديث، الذي يقتل نفسه يدخل النار كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وهو يدل على الجزع، فلا تجزع ولا تسخط، ولكن اصبر واستعمل الدعاء، وأكثر من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن، ويشفيك الله إن شاء الله. نعم. هل أعمالنا الصالحة والسيئة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى تعرض؟ هل الآن أو بعد الموت؟ تعرض على الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين ويوم الخميس، الذي ورد أن أعمالنا تعرض على الله جل وعلا في كل يوم اثنين وكل يوم خميس، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لأنهما تعرض فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أعاني من الفراغ، فكيف أستثمر وقتي؟ الفراغ؟ نعم. تستثمر وقتك فيما ينفعك في دينك ودنياك، تشتغل، تكتسب، تطلب العلم، تقرأ في الكتب النافعة. نعم.